يقول لك ليه علاقه. النسب دي طبعا حاجه مهمه جدا في الرسم، لان من خلالها بيحصل عمليه تناسق ما بين العناصر كلها، وطبعا لازم نعرف مكان الشيء فين عشان من خلال المنظور بنقدر نحدد ايه المنظور. عايزينك تفهم في الجزء الفاضي ده يعني ايه منظور بسرعه. منظور عطا. المنظور المنظور حاجه غير منصور. المنظور حاجه جميله جدا. عمل يا استاذ عبد الوهاب. المنظور حاجه جميله جدا ربنا سبحانه وتعالى خلقها، يعني في عين الانسان. لو فرضنا ان انا ده عمود نور مثلا، تمام، ولكن على بعد مثلا 10 كيلو في عمود نور تاني. شفتوا بقى اللي في مقدمه الكادر اكبر واللي جوه بيبقى اصغر. بص بص خلينا مع استاذ عبد الوهاب. ايوه عملنا النقط. النقط دي يا استاذ عبد الوهاب ايه بقى، بتعبر عن ايه النقط؟ النقط دي في حاجه اسمها الفانيشنج بوينت، اللي هي نقطه الهروب، اللي هي بتبقى كده نقطه الهروب. اهرب انا بقى. لا استنى بس، اطلع اجري. لا ركز معايا. كل ما تبعد الشكل يبعد كل لنقطه الهروب دي. تمام. كل ما هو يصغر، وكل ما يقرب لعين الانسان كل ما يكبر، زي ما احنا بنشوف هنا في الصوره دي كده. يعني في بدايه الكادر يبقى كبير. بالظبط كده. انت لما تيجي تشوف مثلا، لو انت واقف قدام شريط قطر، لو فرضنا ان ده شريط قطر، بتقف تبص تلاقي الفلانكات بتاعه القطر كبيره كبيره كبيره، وبعدين تظهر لحد ما توصل لنقطه صفر اللي هي نقطه جميله. ده المنظور اللي دايما بنشوفه، وبنشوف من خلاله كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى خلقها في الكون. وكل صوره لها دبس او عمق. طبعا كل صوره بيبقى لها عمق. وممكن برضو ان نشوف حاجه، لو فرضنا مثلا كلمه مثلا ايه سافروت. ايوه مكبرها انت، صح يا استاذ ابو وهاب؟ مكبر الكلمه. لا الكلمه دي كده مسطحه، لكن انا ممكن ادي لها عمق بان انا